بسم الإله الواحد المنان، بسم الرحيم المنعم الرحمن، بسم الذي خلق الأنام وذكره في كل قلب نابض ولسان، بسم من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم مجيب من ناداه، سجد الجبين لهيبته وركع الراكع لخشيته ودعا الداعي دعاءه يرجو رحمته وجنته إنه الله. سبحانه خلق آدم عليه السلام بلا أم ولا أب، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، ونجى يونس عليه السلام من الكرب، وحفظ يوسف عليه السلام في غيابات الجب، وجعل سليمان عليه السلام يكلم الطير الذي يأكل الحب، ودافع عن مريم العذراء حينما طعنت في شرفها بالقذف والسب، ونصر حبيبه موسى عليه السلام على فرعون الذي ادعى انه رب، واحب الحبيب محمدا حبا ليس بعده حب. اياما جل عن كيف واين، وعن ند وعن ولد ووالد، ملكت الكائنات بحسن صنع وانت على جميع الخلق شاهد، وانت انت بحيث انت ولا ند تمثله الشواهد، اجرنا من عذابك واعف عنا وبلغنا الى نيل المقاصد. أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم في بداية هذا الجزء المتبقى من هذه الليلة التي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة تكريما للراحل الكريم الحاج مصطفى أبو قاسم، ومشاركة لأبنائه الكرام حاج محمد أبو قاسم والحاج محمود أبو قاسم، أستاذ أسامة أبو قاسم، أستاذ أيمن أبو قاسم، مهندس علي أبو قاسم، ومشاركين عموم عائلات أبو قاسم جميعا الذين تقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى حضراتكم وإلى كل من واساهم في هذا العزاء. أيها الأحبة الكرام، هيا بنا نعيش مع دقة الأداء وروعة التلاوة وجمال الصوت، نعيش مع الإمتاع والاستمتاع، مع خير الحديث وطيب الكلم، مع القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، العلم القرآني صاحب الصوت الندي والأداء الشديد، زينة قراء الشباب، قروان محافظة الأربية، سفيرها الدائم في أرجاء العالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ سامح أحمد زينة، يتفضل فضيلته مشكورا. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. صدق الله العظيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده سليمان داود وقال يا أيها الناس
وحشر لسليمان جنود. جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا وأن أعمل صالحا ترضاه
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك وتفقد الطير Thank you.
وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله في السماوات والأرض ويعلم
ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله العرش العظيم ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ألا يسجدوا صدق الله العظيم. سبحانك ربي ما أعظمك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك،
وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك، واجعل لنا يا ربنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل داء دواء، وحسن لنا الختام أجمعين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة عطرة من آيات سورة النمل، حلق بها قارئنا في عنان السماء. ذلكم العلم القرآني صاحب الصوت الندي والأداء الشديد، كرمان محافظة العربية وسفيرها الدائم في أرجاء العالم الإسلامي، زينة قراء الشباب فضيلة القاري الشيخ سامح أحمد زينة. في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الراحل الكريم رحمة الله عليه فقيد عائلات أبو قاسم الأكرمين أهل الواجب والأدب المغفور له بإذن الله تعالى الحاج مصطفى أبو قاسم، باسم أبنائه الكرام، باسم الحاج محمد أبو قاسم، حاج محمود أبو قاسم، أستاذ أسامة أبو قاسم، أستاذ أيمن أبو قاسم، سيد المهندس علي أبو قاسم، باسمهم جميعا أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى حضراتكم وإلى كل من جاء مشاركا واجب العزاء. كما أشكر للسادة العلماء الأجلاء غالي الأزهر والأوقاف وكل من حضر معنا مقدما واجب العزاء. أشكر الهندسة الإذاعية محطات ديزل الكبرى والمعرض الفني الإضاءة الحديثة الزاوية وقصور الضيافة المتنقلة، قصر الضيافة المنظم والمرتب، أولاد الحاج فوزي بركات، معلم ياسر بركات والمعلم محمد بركات. مصورنا هذه الليلة صاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت قناة الجعبري القرآنية، صاحب التاريخ المشرف في تصوير الحفلات القرآنية مهندس أحمد الجعبري المقيم بضنديط مركز ميدرب، خدمة الفندقية الممتازة المتميزة متر أحمد سعد المقيم بقفر سرنجا مركز ميدرب. أيها الجمع الكريم، لازلنا حول مائدة القرآن، يتواصل العطاء ويتجدد اللقاء، فأكرم بقوم أكرموا القرآن.